مفا عندي سؤال لازم تسمعها ابو رشيد ان شاء الله. حاصله حاصله علي انا اوف يا ابو رشيد تسمع ابو رشيد شم تسمع الرجال يسمع يرفع الصوت يا خالد عطنا رحت ادور واحد من الجماعه عندها باع في الصمال يا سلام وانا غليم مالي بكبير وتيسي معي ومعي حطبي الصندوق حق النتسه يا شو سياره ايه وهاك الحين ما في غير الكنود وما الكنود ايه المهم اني ضيعت والصمال من اول لا في خطوط ولا فيه مواقيل ما يبزي هالحين تغاد يضحى ايه وجيني عند رجال معم غرب البلع المزانه قلت يا ولد انا دوري فلانيه قال ما حولك فلانيه هم لا انت ولا حولك خط ولا حولك وش الفلانيه يعني القبيله الفلانيه ربع اللي نبغاه الجماعه الفلانيين انت فاهمها بس صادق قال انا ما عندي ما حولي احد هنا ما حولي احد الكنود موجود لا والله انا مغر الحاله اي قال قلت انا ذبيحتي معي ولا بحصلت الغير اللي انا وياك ربعي ما عاد انت ربعي اليوم عاد انا بوياهم وبكره بعود اي وبنت عشا قال لا انا ما عندي شب نيران وطربقه يا وجه الله هذا الداهيه الناس بتطلع اسر 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 قلوب ولا سري شريت عاد ما قلت ابا اقعد في موتري ولا شب ناري اروح بعيد عنه واشب ناري واطيح لي في راعه باعر قدام اي لا والله زد والله مليل الله اكبر من قلب الجاي لها ريحه بس والله اني شام الريحه بس قبل لا اشوف عاد سلت الربيع سلام عليكم عليكم السلام قال اقلط ايه يا ولد شوف كيف الفرق رجال ما اقلط هذاك سراك وهذا قلطك والله ما اقلط السلام وكيف الحال وحيا ميا يلا حيا ومنين انت جاي وانت وش يسريكم علي ولا قلت انا ضعت من ظهر ضايع في دياركم هذه اللي ما ادري وين خويك ضايع لكن انا طالبك لا تردني عشايا اللي انا موديها الربع بنتعشاها انا وياك اوه لا ما في غير الحال هو رجال عمر الستين ولحيته ما شاء الله مالته صدره وشروه من عندي يا راك الطيب يا سلام وانا اقبس النار جايبنا الحطب معي السمر حول الله ما يشب الا بالرمث يا سلام فقعد يتلاظى الليل كله الله. وانا اقوم على التيس معلل وانا هذاك ابو بريع من منطق والله علومك علوم ما شاء الله وانا اشوي وعي من الله خير انا وياه ونادي الصبيان اثنين اي ما شاء الله قال احلب والبل اشتغل الله الله رزقنا عزمنا ويسولف معي قال انت وين انت عني انا والله لي ثلاث ايام عند بعري اي لا والله انا عندها ذبايح ثنتين يوم رحت اغسل من الوايت مربوط انت حتى الوايت ما شاء الله الله قال انا طالبك تغدى عندي بكره والله صار الطيب متبادل اقول الغدا عندي بكره جاي لنا ولد ومسوي انتم مايمه بكره بيجون العيال اي يعطوك الاخبار والله انك ما تروح وتقدم معنا واليوم انك والله يوم الطيب يوم انه جاء الغداء امرحت والله ما شاء الله عليك تمشى بلبل واستانس صار خوي لي اي بالله ما يدري عن سالفتي في واحد مسريني يقول ما عندي شب نيران وطربك ما يدري ولا علمت اكيد شو ادري يا من طالع عمرك اجت الساعه 11 حول هلا والله خوي جاي علي يقول طربقه اللي ما عندي شب نيران وطربقه انا لله وعايم في وساكتين ما قلنا شيء حلت المعرفه يوم منهم حطوا الغداء اي قال سمو حياكم الله حياه ما من فلان هم قال الرجال هذا اللي مسري اي قال ضيفك عشاء الليله عندنا يا سلام يقول هلي يا والله طحت برجال اي قلت اذا ما صاب راس الرمح ما صاب عكوزه اكبر قلت اي وعلى ما قصرت قضوا الليل البارح وين يروح عنك ايوه وقوم الرجع على الكرسي الله يا سلام الله يعطيك العافيه ابو صالح تسلم والله حلو